هذه مكتبة الشيخ علي حسن خان جزاه الله خيرا، مكتبة عظيمة فيها كتب الشيخ صديق حسن خان، فيها كتب مشايخنا الشيخ محمد إسحاق بتي، بشير الساسواني، ما شاء الله كتب عظيمة 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 ما شاء الله، ولعلها إن شاء الله تترجم من الأردو إلى العربية ينتفع بها الناس ما شاء الله. وهذا صديقي الشيخ علي حسن، يعني جزاه الله خيرا من أحب أصدقائي، وهو عالم من العلماء لا 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 لسه أنا طالب صغير شيخ. الله يحفظكم. جينا ب ب ب بتابع هذه كتب للشيخ حافظ محمد غوندلفي، نعم، وصديق لي في جوجرافالا حافظ شاهد محمود، ما تحقيقات حافظ هذا نتبعه. أيوة. وإن شاء الله الآن سنتبعه كتاب لحافظ محمد غوندلفي، رسائل حافظ محمد غوندلفي بالعربية. ما شاء الله. هل يمكن جمع تراجم علماء أهل الحديث، هل يمكن جمعهم في كتاب موسوعة؟ لا أدري الشيخ أمين، ما بابا با. هل يمكن هذا؟ لا أدري الشيخ أمين، تترجم في الشيخ عبد الرحمن فراوي لديه بعض التراجم، لكن لماذا لا يكون مجموعة من المهتمين ولا يعني من أمثالكم من أهل العلم وكذلك من الإخوة 2 3 4 يجمعونها فقط، يجمعون ما تحصلوا من صور الإجازات، يكون هذا جميل جدا وتطبع موسوعة. ممكن إن شاء الله أن نتعاون على طبعها، يعني إذا جمعت جمعا ممتازا. هل عندكم كتاب للشيخ عارف جواد محمدي وصلاح الدين مقبول علاقة بين الحديث؟ نعم موجود. كتاب ممتاز جدا. نعم. في مجلد واحد. نعم الحديث في أنا جزاه الله خير، هو أعطاني كرتون ما شاء الله وزعته على المشايخ. ما شاء الله جزاكم الله خير. ما شاء الله كتاب عظيم.